اصحى يا نايم ياللي في الانجليزي عايم، رمضان كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحرات الانجليش جاي بيقول لك النهارده معلومه من المعلومات اللي حضرتك لسه بتغلط فيها لحد دلوقتي. سريعا، My uncle as a taxi driver for 10 years. Okay. Now he's a sales assistant in a big store. حلو قوي. بقول لك عمي كسواق تاكس لمدة 10 سنوات. الكلمة اللي قدام حضرتك دي كلمة ايه؟ دي كلمة for اللي معناها لمدة. ممكن تيجي مع مين؟ ممكن تيجي مع الباست سيمبل، مع الماضي البسيط. يبقى هنا ايه الكلام؟ يبقى الاكشن بتاع سعادتك is over، خلص. ممكن تيجي مع ماضي بسيط يبقى الحدث انتهى. وممكن تيجي مع ال present perfect المضارع التام، ومعنى كده ايه؟ معنى كده سعادتك الحدث is still on، لا يزال شغال. يبقى معنى الجملة حاجة من اتنين، اللي هما يا اما المصحراتي بيقول لك عمي شغال سواق تاكسي من 10 سنين لحد النهارده، يا اما عمي اشتغل 10 سنين سواق تاكسي وبطل خلاص. تيجي بقى نكمل بقيه الجمله، فقال لك now he is a sales assistant in a big store. دلوقتي هو مساعد بياع في محل كبير. اذا يبقى الحدث انتهى. has worked ما ينفعش ليه يا مسحراتي؟ عشان لو اخترت has worked معنى كده ان هو لسه بيسوق تاكسي لحد النهارده. طبعا ده ما ينفعش. had worked لا لا، او الف لا، عشان انت هتقول لي ان ده حدث اول قبل حدث تاني. يا راجل يا اللي انت متقل في الفطار، حدث اول قبل حدث تاني. فين الحدثين بتوع الباست؟ ده باست بيرفكت ماضي تام. هتيجي بقى بالنبهه بتاعتك وانت ماسك القطايف في ده كده وتقطم لك قطمه، وتيجي تقول لي يا مستر از اسيلز اسيستنت، الحدث الثاني. حدث ثاني يا راجل، يعني مركز في الكنافه. هنا عندك كلمه اسمه مضارع مش ماضي يا جدع انت. يا راجل يا طيب يا ست يا طيوبه، الكلام ده لما تبقى الجمله بتاعتك فيها تو اكشنز ان ذا باست، فيها حدثين في الماضي. يا عم يا مستعجلاتي يا قريب المسحراتي، هنا يا هندسه هاد وركد ما ينفعش، ما فيش ماضي تام في جمله مقطوعه من شجره زي ما كنا قلنا وفيها جاست وان اكشن، حدث لوحده. اتفضل. ووز وركن وركد، انا سامعك وانت بتقولها ووز يا مستر. اشمعنى؟ عشان كان قاعد بيسوق تاكسي 10 سنين. احنا كتبنا على البورد بتاعتنا كذا مره في الريفيجن في اول السنه وفي يونت 1 كمان ان الحدث اللي استمر فتره كامله في الماضي يبقى باست سيمبل ماضي بسيط. وقلت لك ان انت رحت اعداديه 3 سنوات، قلتها ازاي؟ I went to prep school for 3 years، 3 سنوات. وقلنا مبارك الله يرحمه حكم 30 سنه، وقلنا مبارك ruled for 30 years، ما قلناش was ruling. وانا سعادتك ابو تريكه لعب في الاهلي 10 سنين مثلا، ابو تريكه played for الاهلي for 10 years، ما اعرفش كام سنه بصراحه، ما بالك انت؟ يبقى الجمله عندك هنا مالها؟ حدث مكتمل في الماضي، فتره كامله في الماضي. تخلي الجمله باست سيمبل ماضي بسيط، وما ينفعش الجمله تبقى ماضي تام، عيب عليك. ما ينفعش الجمله تبقى ماضي تام وفيها حدث لوحده. توت انك امون، طبعا سعادتك اللي هو توت انخ امون. was a famous pharaoh، كان بقى فرعون مشهور. he توت عنخ امون ايجيبت for 9 years، مصر سعادتك لمده 9 سنوات. has ruled، لو اخترت has ruled معنى كده سعادتك ان توت عنخ امون بيحكم مصر من 9 سنين لحد النهارده. الراجل ده مات من زمان جدا، يبقى has ruled ما ينفعش. had ruled the past perfect ماضي تام. فين الحدث الثاني اللي معاه؟ انت ما حطيتش حدث اخر. طب والتسع سنوات دول ايه؟ فتره حكم هذا الفرعون. يبقى الصح بتاعنا هتبقى رود. خلي بالك اي حدث المسحراتي بيقول لك النهارده وتسجل عندك يا بطل، اي حدث استمر
لفترة كاملة في الباست. ساعدتك في الماضي هتخلي الجملة بتاعتك باست سيمبل ماضي بسيط. وما تنساش ان كلمة فور هتقابلك مع الاثنين، مع باست سيمبل ماضي بسيط، وهتقابلك مع البريزنت بيرفكت المضارع التام، وهتقابلك مع حاجات كتيرة جدا لسه مسحراتي هيفكرك بيها في ليالي رمضان الطيبة. اصحى يا نايم واحد الديان، رمضان كريم، تصبحوا على ألف خير وسعادة.